حبايبي في قناة فطور وغداء. النهاردة هنعمل مع بعض السمبوسة بحشوة حلوة جدا وطريقة جميلة هتعجبكم. يلا بينا نبدأ، بسم الله، ونشوف ايه الطريقة. في حلة على النار هنضيف حبة زيت، ولما يسخنوا قوي هنضيف لحمة مفرومة ونقلب فيها لغاية ما لونها يتغير، ولو متلجة زي كده انا هجيبها من الفريزر لغاية ما تفك خالص ولونها يغير. خلاص كده اتفكت كلها، هستنى بقى لغاية ما الصوص اللي فيها ده يروح خالص. انا عايزة اديها تشويحة حلوة، لان التشويحة دي بتدي طعم حلو جدا 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 في السمبوسة. خلاص كده اتشوحت وبقت حلوة جدا. هضيف بقى، انا فرمت بصل وفلفل سبايسي، الوصفة دي بيبقى البصل مفروم حلو جدا كويس. فرمت برضو يعني حوالي معلقة كبيرة بقدونس، توابل من كل نوع، نص معلقة صغيرة فلفل اسود وكزبرة وبابريكا، توم باودر بقى كلهم مع بعض. وخلوا بالكم زي ما انا معوداكم، الملح اخر حاجة، الملح لازم تضيفوه اخر حاجة. دلوقتي هضيف مجموعة فلافل. انا في اللحظة دي خليت النار هادية وهسيب ايه اللحمة مع الفلفل يندمجوا مع بعض حوالي دقيقتين او ثلاث دقايق وارجع لكم. تمام، بقت جاهزة. هضيف بقى الملح كده. خلطة السمبوسة جهزت، ويلا بقى نحشي. هقول لكم معلومه دلوقتي، هي دلوقتي ناشفه خالص ما فيهاش اي صوص، بس لو جيتوا تعملوا كده هتلاقوها متشبعه من الصوص اللي فيها، بس مش ما فيهاش صوص من تحت زي ما انتم شايفين كده. هي دي الخطوه المظبوطه والطريقه المظبوطه لحشو السمبوسه باللحمه المفرومه. جهزت معلقه من الدقيق كبيره ومعلقه من الميه كبيره برضو، فضلت ادمجهم مع بعض لغايه اما تكون ايه الخليط ده. ويلا نشوف السمبوسه كانت بتعمل ازاي. ضفت اللحمه، شايفين بصوابعي بضغط ازاي، واروح مطلعه كده، اهي بقت مثلث، خدوا بالكم بقت مثلث اهي، اروح عاملاها كده. اهم حاجة يكون شكل المثلث واضح اهي. اعملها كده اهو، اخلص بقى باقي الكميه وارجع لكم. القطعه اللي انا قطعتها دي مش هرميها، هقول لكم دلوقتي هعمل بيها ايه. كده انا خلاص حشيت السمبوسه كلها، تمام، يلا بقى نقليها. هضيف السمبوسه في الزيت، بس خلوا بالكم عشان تتحرق منكم لانها بتستوي بسرعه بتتحمر بسرعه. ما تحاولوش تقلبوها خالص الا لما تغير لونها زي ما انتم شايفين، تبتدوا تقلبوا فيها وبالراحه خالص عشان ما تتفكش منكم. خلاص اهي ابتدت تتحمر كده، لونها بقى جميل. هخلي النار هاديه بقى واروح مصفياها واروح مطلعها على حاجه مصفى او حاجه، علشان لو في اي زيوت زياده تتشال منها. بقت من السمبوسه قلتها، بعد ما قلت السمبوسه ورحت حطاها في الطبق زي ما انتم شايفين، وادي السمبوسه جميله جدا، مقرمشه من بره وطريه من جوه، تحفة. سمبوسة يا حبايبي بطريقة حلوة جدا، اعملوها على طريقتي وان شاء الله هتعجبكم. متنسوش يا حبايبي تعملوا لي لايك واشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد بإذن الله مع قناة فطور وغداء. ان شاء الله اللي جاي هيكون احلى واحلى. انتظروني يا حبايبي في فيديو جديد مع وصفة جديدة. مع السلامة.